شو بتقول الأفلاك لمواليد الميزان بشهر تشرين الأول أكتوبر من عام 2022؟ في جملة حطيتها بأول هالشهر لمواليد الميزان وسألوني شو يعني. قلت لا بأس أن تكون مختلفا ما دامت التاء لم تسبق الخاء. مختلفا مش متخلفا، يعني إذا إجت التاء قبل الخاء بتصير متخلف. فيك تكون مختلف بس بتكون متفوق، ليش لا؟ على كل حال لما تكون مختلف تتعذب، يعني إذا كان عندك شيء مميز بتشعر أنه حتى تقدر تتفاهم مع كل الناس أمر منه سهل أبدا، وفي كتار بيعانوا من هالموضوع وبينزووا لحالهم. عزيزي الميزان هيدا شهر واعد جدا، بتطل عليه بكل إمكاناتك الإيجابية وسعيك لبلوغ هدف معين كتير أحلمت فيه. بتتقدم مساعيك بصورة لافتة، بتخوض ميدان غالي على قلبك، ويمكن تحقق أمنية بهالشهر وسط أجواء مناسبة جدا وشعور بالانسجام مع المحيط. بعده كوكب مارس ببرج الجوزاء ملازم مكانه بصورة استثنائية، بيهبك الحب والأزهار والنجومية. في حين ميركور بزودك ابتداء من تاريخ 11 بوحي وإلهام فريدين حتى تقوم بخيارات مجدية. أما فينوس وهو كوكبك، ما هيك كوكبك الأساسي مش بس كوكب الحب، فبيعاني الشمس ببرجك. بتعرف قد ايه مهم، بتشرق بجاذبية استثنائية، وبتعرف شهر مهم جدا بحياتك يمكن ينقلك لمعبر آخر بيكون مصيري. فرح عزيزي الميزان، الأفلاك عم تتضامن لإسعادك وبتشير لعملية شراء جيدة تقدم عليها، كما لانتقالك إلى موقع أقوى أو لاحتلال منصب معين. بتمارس جاذبيتك بسحر خاص وبتتحرر من بعض القيود والالتزامات الثقيلة. أما كوكب المال بالنسبة لإلك، شو هو بتعرفه؟ بلوتون. بلوتون هو كوكب المال للميزان، بشكل طالع جيد بالأسبوع الأخير من الشهر لحتى يوفر لك ربح مادي، خاصة أنه الشمس تنتقل بهالوقت إلى منزل المال بالنسبة لإلك، بالنسبة لإلك وهو برج العقرب. شهر بكامله بيوحي بالحظ وبيسجل كسوف بتاريخ 25 بالعقرب، أي في منزل المال بالنسبة لمواليد الميزان. كمان بيشير لمبلغ قد تحصل عليه أو تمويل أو قرض أو عملية بيع وشراء ناجحة. بيتحدث عن علاقة مع أشخاص بيرمزوا لوضع مالي بحياتك، كما أن الكسوف بيحكي عن أزمة ربما بتحل ببعض الأصدقاء أو يمكن علاقة متشنجة مع أحدهم. ماذا عن الصعيد العاطفي بفيديو تاني؟